بشدة تستقبل أولى المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان وسط ترقب وترحيب من مدنيي الاتفاق الإطاري. بيان سعودي أمريكي يحث الطرفين على استشعار مسؤوليتهما والانخراط الجاد في المحادثات لوقف إطلاق النار. الجيش يخلي المرافق الصحية التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع وممرضة تداوي الجرحى في بيتها لمواجهة عجز المشافي. في مراسم هي الأولى منذ 70 عاماً، بريطانيا تتوج اليوم ملكها الجديد في طقوس مهيبة وإجراءات أمنية مشددة. تحية لكم مجددا مشاهدينا من قناة الحدث، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة. في اليوم 22 للحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع سمعت منذ الفجر أصوات اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة وذوي الانفجارات لقصف الطيران الحربي في العاصمة الخرطوم، ولازالت الطائرات الحربية تجوب سماء المدن الثلاث للعاصمة بحري وأم درمان والخرطوم. وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من بورت سودان الصحفي عبد القادر بكاش. أهلا بك عبد القادر، معنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. كيف يمكن وصف الوضع في ضوء الحديث عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار من خلال زيارة الوفدين، وفدي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى المملكة العربية السعودية؟ الوضع في وسط السودان الحمد لله مستقر نسبيا، وعمليات الإقلاع لا تزال مستمرة، وتقريبا يعني منتسبي الاتحاد الأوروبي أغلبهم تم نقلهم تماما، والآن يتم إقلاع بقية الجنسيات الآسيوية وبعض العرب خاصة اليمنيين والسوريين الذين كانوا تواجههم إشكالات الإقلاع في الفترات السابقة، الآن تمت معالجة أمرهم. عدد من السفارات افتتحت مكاتب في بور السودان، ووزارة الخارجية أيضا فتحت مكتب في مدينة بور السودان، وتم تعيين مدير للمكتب وبيبي سفير آخر وعدد من الموظفين. وأيضا في الوضع الإنساني الوضع مستقر تماما الحمد لله حتى الآن. عدد من الأشقاء العرب أوفدوا جسر جوي للمساعدات الطبية والإنسانية. وصلت مطار بور السودان حتى الآن طائرات من الكويت ومن قطر، وأيضا وصلت طائرة مساعدات إلى الجنينة من الإمارات. ووزير الشؤون الإنسانية رئيس اللجنة العليا للشؤون الإنسانية العام وصل بور السودان أيضا للوقوف على عملية المساعدات ووضع خارطة لتوزيعها. البواخر التجارية حتى الآن تواجه إشكالية في دخول الميناء لمواجهة مشكلة في السداد لبعض الإجراءات المالية المتوقفة نتيجة لانقطاع شبكات التعامل في البنوك السودانية في الفترة الأخيرة. الآن بنك السودان يجتهد في دفع بعض الاستحقاقات للتجار. أيضا التجار السودانيون الآن يواجهون مشكلة في استيراد البضائع، مما يعني أن يعني البلد مرشح لنقص في الغذاء الأساسي خلال الأيام القادمة. لكن لو تمت المفاوضات في
جدا الآن الأعمال معقودة على الاتفاقات التي تحتذنها المملكة العربية السعودية. نعم. والاتفاق الذي تم، لو تم هذا الاتفاق نتوقع أن يحدث انفراج إن شاء الله. نعم، يعني في ظل ما تفضلت به عبد القادر فيما يتعلق بالحديث عن استكمال عملية الإجلاء في بورت سودان، أيضا في وصول معدات ومساعدات طبية من عبر جسر جوي من الدول العربية، تحدثت أيضا عن نقص في المواد الغذائية، ولكن يبدو أن أصوات اشتباكات متقطعة ودوي انفجارات في العاصمة الخرطوم، ما هي آخر المعلومات المتوافرة لديك حول الالتزام بهذه الهدنة وعدم الالتزام؟ نتيجة الهدنة والخروجات التي تحدث لها، حتى الآن أغلب السودانيين الراغبون في الخروج من العاصمة لم يتمكنوا من الحركة بشكل طبيعي، لذلك الآن مدينة بورت سودان تشهد توافد مستمر من السودانيين من ولاية الخرطوم. طبعا الآن نطاق الصراع كله يدار في ولاية الخرطوم بشكل أساسي العاصمة. الذين يرغبون في الخروج الآن تواجههم إشكالات في الخروج من العاصمة، الطريق بين العاصمة والخرطوم باقي الطريق البري كله آمن، لكن الحركة داخل العاصمة حتى الآن الطرفان يتقاتلان، وحتى الآن ليس هناك التزام كما ترون، ليس هناك التزام تام لهدنة. لذلك حركة المواطنين الآن حتى الآن تواجههم إشكالات في الوصول إلى بورت سودان. نعم. سودان هي الوجهة الأولى للراغبين. يعني أيضا نستفيد من وجودك عبد القادر لنسألك عن أم درمان بحري. أنا مقيم في مدينة بورت سودان وليست لدي معلومات مؤكدة عن ميدان المعركة في بحري أو أم درمان. نعم، شكرا لك لكل هذه الإيضاحات. على كل حال سنكون في متابعة لأي تطورات قد تطرأ من بورت سودان. كان معنا الصحفي عبد القادر بكا، شكرا لك. يترقب السودانيون اليوم بعد المفاوضات بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، هذه المفاوضات التي تأتي بعد إعلان الجيش عن إرسال مفاوضين إلى جدة لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة. وكانت مصادر الحدث أفادت بمغادرة وفدي الجيش السوداني والدعم السريع إلى السعودية لبدء المفاوضات بين الجانبين. مصادر الحدث أكدت أن وفد الجيش المفاوض يمثله 3 ضباط وسفير، وأن وفد قوات الدعم السريع يمثله 3 ضباط. هذا وأكد مبعوث البرهان أن الجيش قبل المبادرة السعودية الأمريكية لمناقشة ومراقبة آلية الهدنة، مشيرا إلى أن وفد الجيش لن يلتقي في جدة بشكل مباشر مع وفد الدعم السريع، مشددا على عدم قبول أي مقترحات لبحث موضوع المصالحة مع قوات الدعم السريع، مؤكدا أن أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة. سيغادر وفدنا إلى جدة ولن يلتقي، أنا أوضح بشكل واضح، بشكل مباشر مع الوفد الذي سترسله قوات الدعم السريع لهذا القرض، وإنما سيكون هنالك تواجد غير مباشر، إنما المباشر سيكون مع الميسرين وهما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق على تفاصيل الهدنة، مدة الهدنة، على الممرات الآمنة التي سوف يتم الاتفاق عليها لإيصال المواد التي يحتاجها مواطنين الذين أشرت أنهم يعانون معاناة كبيرة بسبب حجب ومنع قوات الدعم السريع لاحتياجاتهم الأساسية. هذا تمرد وهذا أمر داخلي سيحل داخليا إن شاء الله، لا يمكن أن يكون هنالك حوار مباشر مع من تمرد. الأولوية هي لحسم هذا التمرد بواسطة القوات المسلحة السودانية. رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك ببدء محادثات ما قبل التفاوض بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، وحثت المملكة وواشنطن طرفي النزاع على استشعار مسؤوليتهما والانخراط الجاد في هذه المحادثات لوقف إطلاق النار وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، كما أشاد البيان
لبنان بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، داعيا لاستمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية. أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في بيان حول مباحثات جدة ترحيبها بوصول ممثلي قوات الجيش وقوات الدعم السريع للشروع في مباحثات ضمن مبادرة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، آملة أن تقود لوقف الاقتتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام. كما واعتبرت القوى في بيانها أن هذه المباحثات تشكل خطوة أولى لوقف الانهيار المتسارع منذ اندلاع الاشتباكات، معربة عن أملها بأن يتخذ طرفي الصراع قرارات شجاعة، وذلك تنتصر أو تستمع لصوت الحكمة وتوقف القتال وتنهي معاناة السودانيين. هي خطوة أولى لوقف الاقتتال ولوقف الانهيار المتسارع. بهذه العبارة رحبت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري بمباحثات جدة التي تأتي ضمن المبادرة الأمريكية السعودية. القوى المدنية إذ شكرت كلا من الرياض وواشنطن على جهودهما، آملة في أن تقود ذلك أو تلك المباحثات إلى وقف الاقتتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية سبيلا لتمهيد طريق الحل السلمي السياسي الدائم، ولكن لا لقاء مباشر أولا، مصالحة في جدة بين وفدي الجيش والدعم السريع. وهذا ما قاله فعلا لقناة الحدث مبعوث قائد الجيش، مؤكدا أن أولوية الجيش تكمن في حسم هذه المعركة. المبعوث أكد أيضا أن الجيش قبل بالمبادرة السعودية الأمريكية من أجل مناقشة ومراقبة آلية الهدنة. الرياض وواشنطن أيضا كما تبعنا فيما يتعلق بهذه المبادرة حثتا في بيان مشترك كلا الطرفين على استشعار مسؤوليتهما تجاه الشعب والانخراط الجاد في هذه المحادثات. البيان أيضا شدد على أهمية رسم خريطة طريق لوقف المعارك وضرورة إنهاء الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. أيضا كما البلدان نوها بجهود الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، كما شددت على استمرار هكذا جهود لمفاوضات واسعة بمشاركة كافة الأحزاب السودانية. أيضا مشاهدينا، للوقوف عند ما تضمنه هذا التقرير ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور علاء الدين نقد، وهو متحدث رسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وعضو المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير. أهلا بك دكتور علاء مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. كما تبعنا من خلال هذا التقرير، المبادرة الأمريكية السعودية هي أولى الخطوات من أجل وقف الانهيار. برأيك مدى استعداد الطرفين لفعلا الالتزام بها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، صباح الخير جزيل عليكم. صباح النور دكتور علاء، في الحدث وعلى مشاهدينك ومستمعينك الكرام. دائما الرحمة المغفرة والخلود للشهداء والأرواح الزكية التي فقدنا من السودانيين والسودانيات، وعجل الشفاء جرح المصابين، ودعوات القلبية للسودان للخروج من هذا المأزق. حقيقة كون أنه الطرفين يعني وصلوا إلى جدة، هذه خطوة يعني أولية مرحب بها، ويعني تطور ملحوظ جدا جدا. يعني من الحديث الذي كان في الأول عن الحسم العسكري والحسم العسكري وأنها فقط ساعات قليلة وجيوب قليلة وسوف تنتهي، قلنا أننا وصلنا إلى طاولة المفاوضات، فهذا خير، يعني لأنه معناها اقتنع الطرفين أنه ليست نزهة، أن الحرب ليست نزهة، وأنها ليست ساعات قليلة سوف ننتهي منها، وأن اليوم هو اليوم 22 للحرب، يعني شردت آلاف السودانيين
15,000 قتلت، مئات منهم 473 في الخرطوم، 12 في الأبيض، 100 في الجنين، الإحصاءات الأولية وأكثر من ذلك. نعتقد أن الأعداد جرحت الآلاف والملايين، كثير من الخسائر المادية والبشرية. فكونوا أنه الله مجلس التفاوض بأول مرحلة كويسة جدا. نعم، ولكن يعني بالرغم من ما تفضلت به دكتور علاء، اسمح لي، يعني المتحدث باسم السيد البرهان قال بأن الهدنة ستكون إنسانية بحتة لا مفاوضات مباشرة، وبأن أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة. هل هو يحاول يعني أن يرفع من سقف الجيش ربما ليكون وضعه أفضل على طاولة المفاوضات، أو فعلا هناك نية من أجل الوصول إلى حسم عسكري في الخرطوم وهذا خطر؟ طبعا خطر جدا. شكرا جزيلا على هذه الكلمة حقيقة، أنت أو يعني أوجزتي في كلامك بالكلمة الأخيرة أن هذا خطر، يعني حقيقة هذا خطر. وكونه يصدر من شخص يفترض به أن يكون في موقع مسؤولية فهذا خطر أكبر. يعني حقيقة نحن دائما يعني في كل المقابلات لما بدأت الحرب كان تفسيرنا لها في قوى الحرية والتغيير، قوى مقررة الاتفاق الإطاري، أن هذه الحرب هي صنيعة الحركة الإسلامية وفلول النظام البعيد، وأنهم هم الذين يقفون ضد الهدنة، وهم الذين يقولون عن الجيش ألا يقف إطلاق النار. وإذا عرفنا أن هذا المتحدث دفع الله الحاج هو مبعوث الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني الخاص بشؤون الحرب، وأنه فترة حكم المؤتمر كانت رأس اللجنة الدبلوماسية في حزب المؤتمر الوطني، وعند قيام الثورة ونجاحها في 2019 اختار المعاش المبكر الاختيار حتى لا يتم إقالته بلين التفكيك التمكين. وبعد 25 أكتوبر 2021 تم تعيينه مرة أخرى وكيل وزارة الخارجية، والآن بعد اندلاع الحرب 15 أبريل تم تعيينه مبعوثا خاصا للبرهان، وأنه في فترة النظام البائد البشير عمل في البعثة الدائمة في جنيف وباكستان والبرتغال والفاتيكان، وأنه ممثل الدائم السودان الأمم المتحدة، وأنه في كان تعيينه سفيرا في باريس عندما كانت باريس هي مقر الجبهة الثورية لتفكيك الجبهة الثورية. فإذن لا نستغرب هذا الحديث. في ظل ما تفضلت به دكتور علاء، يعني إلى أي مدى اليوم يمكن بناء البناء على هذه الهدنة التي تدخل فيها يعني دول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وأيضا يعني من أجل وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وربما بعدها لتمهيد الطريق من أجل إمكانية الوصول إلى أي حل سلمي سياسي؟ ممتاز بالضبط. هي هذه هي التراتبية التي نعمل عليها، أنه وقف إطلاق النار، وقف عدائيات، فتح مسارات آمنة في المرحلة الأولى، وبعد ذلك يمكن أن نذهب الحديث بنا إلى إصلاح أمني أو إلى قضايا سياسية. هذا هو الترتيب. ولكن عندما يمكن البناء عليها، سؤالي أنه يمكن البناء عليها فقط إذا تم إسكات هذه الألسن النشاز وهذا الحديث الغير مسؤول من مسؤولين يفترض الدولة أنهم يكونوا مسؤولين، يضعون السودانيين والسودانيات واهتماماتهم والبلد فوق أي أجندة أخرى. ولكن إذا ظل الأمر وإذا ظل الحديث بمثل هؤلاء الذين لهم أجندات خاصة وأجندات حزبية وأجندات شخصية، إذن لن يصل الأمر إلى مبتغاه، ولن نصل إلى إيقاف إطلاق نار شامل، ولن نصل إلى نهاية لهذه الحرب. نعم. هذه الحرب تعتمد، والجلوس للتفاوض يعتمد على نية خالصة لدى المفاوضين وأجندة وطنية أولية، وليست أجندة حزبية وليست أجندة شخصية. هذا ما يجب أن يفترض في المفاوضين. نعتقد أن الذين ذهبوا للتفاوض سواء من الجيش أو سواء من السريع، يعني اللواء الدكتور أبو بكر فقيري أو اللواء محجوب أو السفير عمر صديق من ناحية الجيش أو العميد عمر حمدان وهو العميد الذي قدم ورقة دعم سريفة وشيد صح أمنه العسكري، أو سيد فارس النور ولا الرائد زوني حمدان تقلو، يفترض يعني نتعشم فيهم أن يكون لديهم جندة وطنية أولية، يضع السودان أول نصب عينهم، يضع معاناة السودانيين والسودانيات في خلال هذا 22 يوم فائتة، يضع هؤلاء الجرحى، هؤلاء المصابين، هذه الأرواح الذكية التي حرقت لأباريها. و هذه الخسائر التي شفناها، نحن خسرنا مطار، نعم، حجم أضرار يعني هائل على السودانيين. وبالتالي يعني هنا لابد يعني من الحديث عن نسبة التفاؤل من أن تنجح هذه المساعي، بالرغم يعني وفي ظل هذه التصريحات لدفع الله الحاج الممثل للبرهان السيد البرهان. Let's forget about عبد الله دفع الله، يعني دعنا ننسى هذا الدفع الله.
ونركز على السودان أنيات السودانيين وما يعانوه من آلام ومشاق، وأنهم أصبحوا يقطعون الحدود إلى دول الجوار السبعة. يعني أفتكر التقرير بتاعكم القبال شوية وضح الناس في المعابر يقولوا يا ريت لو ما طلعنا كويس، يعني من التعب والرهق وما يصادفونه هناك كويس. الأطفال، اللقاحات الآن قد تعود، كل الأمراض التي تم استئصالها والقضاء عليها من السودان، كل هذا الآن يتهددنا كويس. فنحن ننسى هذا دفع الله وننسى أي شخص. نعم، يعني بما أننا نتحدث نعم عن الجانب السياسي، دعني أسألك دكتور علاء بما تبقى لنا من وقت، موقع القوى المدنية في كل ما يحدث؟ القوى المدنية في قلب كل ما يحدث عزيزي. اتصالاتنا وتواصلنا مع الدول الإقليمية والصديقة والشقيقة التي لها رغبة حقيقية في وقف الحرب وإعادة مجرى الانتقال الديمقراطي ويتألمون مثلا لهذه الضحايا وهذا الفقد، هو ما أنتج هذه المبادرة السعودية الأمريكية. يعني الجهد الأولي كان من الداخل، كان من القوى السياسية والقوى المدنية، وتصادق معها الجهود القوية من الدول الشقيقة والصديقة التي تعمل معنا لإنهاء هذه الحرب. الجهد الداخلي مستمر ولا زال مواصلا، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقف هؤلاء الذين يعني يدعون لأجنداتهم الحزبية والشخصية. والشعب السوداني الآن أصبح واعيا، في بداية الحرب احتمال لم يكن واعيا أن هذه الحرب يقودها سلول النظام البائد داخل الجيش، ولكن الآن صعدت كلمة لا للحرب وصعدت هذه الدعوات لدى السودانيين والسودانيات، ووعوا تماما الدرس أن من يقود هذه الحرب هو الجبهة الإسلامية داخل الجيش وليس ضباط الجيش. هناك كثير من ضباط الجيش الآن وقفوا على الحياد وتوقفوا عن الانخراط في العمليات الحربية، بل أنهم سافروا مع أسرهم إلى خارج الخرطوم، وحقيقة وعوا أيضا الدرس بأن هذه الحرب ليست حرب الجيش وليست حرب الكرامة كما صرحوا وقالوا. على أمل يعني أن تنجح كل هذه المساعي لإرساء هذه الهدنة، نشكر لك كل ما تفضلت به معنا من الخرطوم دكتور علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وعضو المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير، شكرا لك. نتمنى للشعب السوداني يعيش في كل هناء وثناء إن شاء الله، ونتمنى لكل حاجة تمشي بخير. الله أكبر. أفادت وكالة السودان للأنباء بأن الجيش وافق على إخلاء المرافق الصحية التي توجد فيها قوات تابعة للدعم السريع، وتعهد بعدم التعرض للقوات المنسحبة. يأتي هذا التحرك استجابة لمبادرة قدمها ملتقى المبادرات الوطنية الذي يشارك فيه عدد من القيادات السياسية، والتي تدعو لإخلاء جميع المرافق الصحية من القوات العسكرية. ونقلت الوكالة عن أحد قادة الملتقى أن المبادرة تهدف للمساهمة في تقديم خدمات صحية أمنية للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع قيادة قوات الدعم السريع والمنظمات الإنسانية للوصول على تنفيذها. قاعدوا في المصلح الحين، قاعدة أصلي صلاة الضحى، بسمع أثناء الصلاة، انتهيت من الصلاة قاعدة أسبح سامي، بس في التسبيحة دي سمحت لي حاجة، بس ضربت وبعدها دخان شديد، يلا بعد طوالي نسبت هنا في رجلي، ورجلي يعني الجنب اليمين دي كلها على اتجاه المصلاة صابت منها الراس والصدر وفخدة وهنا تحت الساق. يوميا في تغيير، طبعا الاسبوع الاول الاسبوع الثاني تغير كل يوم، بعد يوم الاسبوع الثالث بعد ثلاثه يوم نتغير. والله هو هسه عندنا مشكله في النورما صلاي، ما عندنا مقطوع، حتى صيدليات ما في، الايدين ما في، يعني هسه عندنا حياه قاعده تجي حبه حبه لانه الصيدليات مقفله.
من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعاً خاصاً بشأن الوضع في السودان الخميس المقبل لمناقشة تأثير القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. يأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب رسمي مشترك تقدمت به بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا وحظي بتأييد 52 دولة حتى الآن. هذا وقد أطلقت الأمم المتحدة جرس الإنذار بشأن الوضع الإنساني، ونقل نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية يتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا جدا في الأمن الغذائي في السودان، وهو ما سيرفع العدد الإجمالي لهؤلاء الأشخاص إلى 19 مليونا في الفترة الممتدة بين الأشهر 3 و6 المقبلة في حال استمر النزاع الحالي. نحن قاعدين هنا أحسن لنا نكون ميتين في الخرطوم، والله يا ريت لو ما طلعنا ذاتي من الحروبات دي، كنا نوعد نموت في الحرب أحسن لنا من كان نطلع. طلعنا على أساس إنه نلقى مخرج، ما في مخرج لحد هسه. مأساة بتاعت التقدس، بعدين يعني ما في شيء بيروح، إن في يعني ناس قاعد تقدم حل الإشكالية اللي بيواجهوا من الجميع العالقين. شايف هناك الصفوف في عناء شديد، يعني في ناس يومين ثلاثة أربعة يوم قاعدين، شفت ببيته في الصفوة ليرجوا البحر لما تجي بيشيلوا الجوازات يختموها، الناس بتركب. فالحتة دي نحن منعانين منها شديد، إنه شنو في صعوبة شوية في إنه في عملية الإجلاء دي. في ناس كثيرة ناس منتظرين يعني حوالي 5 أيام، في ناس 4 أيام، على حسب هم أصلا هم زيارة إقامة، على حسب هم إجراءهم شو. في ناس بيكونوا يعني مثلا الأم وقيمة والأولاد زيارة، عشان كده بيكونوا متعطلين، عشان كده ما قاعدين يمشوا الإجراءات. أفاد مراسل الحدث عن عودة الرحلات الجوية من مطار جدة إلى مطار بورت سودان مجددا عبر شركة الطيران السودانية تاركو ذهابا وإيابا، بعد أن توقفت الحركة الجوية من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى المطارات السودانية منتصف الشهر الماضي. وبحسب المراسل ستكون أول رحلة فجر يوم السبت وعلى متنها 120 راكبا، وستستمر حتى نهاية الشهر الحالي بمعدل 4 رحلات يومية. هذا كانت شركة تاركو السودانية الخاصة بالطيران أعلنت في وقت سابق حصولها على ترخيص لنقل العالقين السودانيين إلى بورت سودان بدءا من اليوم وحتى 30 مايو الجاري. الآن الساعة الإيوائية للفندق حوالي 48 شقة تقريبا، كلها ممتلئة بكل النزلاء القادمين من الخرطوم، ونقدم لهم خدمة كاملة في كل الأشياء اللي تطلبها. في الفترة الأخيرة بعد ما جونا إخوان النازحين من مختلف الجنسيات من الخرطوم، حركة البيع زادت بنسبة كبيرة، ونحن هنا بنوفر لهم كل الاحتياجات بتاعتهم. أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن السلطات أعدمت سويديا من أصل إيراني يدعى حبيب فرج، حكم سابقا بتهمة الفساد، حكم عليه على الأرض، وكان فرج قد أدين بقيادة جماعة عربية انفصالية متهمة بشن هجمات من بينها هجوم في عرض عسكري في العام 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا. حذرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران من تحريك آلية إعادة العقوبات الأممية مجددا إذا واصلت طهران عملية تخصيب اليورانيوم بنسب قريبة من إنتاج الأسلحة النووية بحسب رويترز. ونقلت رويترز عن مسؤولين أوروبيين عن تفاقم القلق الغربي بعدما كشف مفتشو الأمم المتحدة عن عثورهم على جزيئات اليورانيوم بلغت درجة نقاؤها 83.7% بمنشأة فوردو في فبراير الماضي.
أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لنشر روبوتات بحرية أو زوارق مسيرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمواجهة التهديدات الإيرانية في الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية. وبحسب ما كشف قائد القوات البحرية الأمريكية في الأسطول الخامس لوكالة بلومبرغ، سيتم تشغيل أكثر من 100 زورق بحري مسير عن بعد بحلول نهاية صيف في هذا العام. كذلك كشف أنه في فبراير الماضي تم إدخال 50 زورقا بحريا للمنطقة تتميز بتكنولوجيا فعالة. مصدر عسكري أمريكي آخر أوضح أن البيانات والصور التي تأتي من الروبوتات البحرية يتم تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الزوارق المسيرة تشبه عيون على المياه ترسل بيانات مستمرة، فيما تبقى بعض هذه الروبوتات البحرية تعمل لأشهر من دون الحاجة للتزود بالوقود. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين أكد في اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزامه بدفع الجهود من أجل عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية لإنهاء الأزمة في اليمن. وأوضحت الوزارة في بيان أن الوزيرين بحثا أيضا تكثيف التعاون ضمن التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، بالإضافة إلى تعاون بلديهما المكثف في العمل الدبلوماسي من أجل إنهاء العنف في السودان. أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أنه سوف يسافر إلى موسكو يوم الأربعاء المقبل للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف والمشاركة في الاجتماع الرباعي حول سوريا. وقال أوغلو أنه تلقى تأكيدا رسميا من موسكو بشأن الاجتماع، وأنه سيجري محادثات مع لافروف فور وصوله، ثم سيشارك في الاجتماع الوزاري بمشاركة روسيا وإيران وسوريا حول مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. في مراسم هي الأولى منذ 70 عاما، بريطانيا تتوج اليوم ملكها الجديد في طقوس مهيبة وإجراءات أمنية مشددة. يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي آجز، هل يؤيد الناس أم يؤيد بلتجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامنا مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنقاذ التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي ينصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني لقناة الحدث إن ارتفاع حدة الخلاف بين فاغنر ووزارة الدفاع الروسية يعود إلى عجزها عن السيطرة على باخموت، بالإضافة إلى تكبدها خسائر بشرية بلغت 20,000 مقاتل، مشيرا إلى أن فاغنر كثفت مؤخرا من هجماتها في باخموت، مما يدل على وصول كمية هامة من الذخيرة.
منذ 9 أشهر، والمجموعة الإرهابية فاغنر تحاول إلى جانب القوات المسلحة الروسية، حاولوا السيطرة على بخموت وفشلوا لأن الجيش الأوكراني لا يزال هناك، ونسيطر على الجانب الغربي من بخموت، ونسيطر على الطريق المؤدي إلى بخموت، ولتكن إيصال إمداداتنا لهناك وإخراج الجرحى. فاغنر والجيش الروسي يقتلون في كل يوم منذ سبتمبر إلى الآن، خسروا حوالي 20,000 جندي، كلهم قتلوا في بخموت وحواليها. وبكل صراحة قادة جيشنا اليوم أفادوا بأن بعد إصدار هذا البيانات فإن الهجمات على بخموت زادت شدة وكثافة. وردتنا معلومات بأن مجموعة فاغنر حصلت على دعم اليوم وتعزيزات، والقتال في بخموت وحولها يزداد شدة وسوءا، فعلينا بلا شك أن ننتظر لنرى ما سيحصل، ونحن مستعدون لأي تغيير في الأحداث. فإذا ما كانت نوع من الاستفزاز، تنظم المملكة المتحدة مراسم التتويج الأولى لملك بريطاني منذ العام 1937 بتتويج الملك تشارلز الثالث على العرش، وسط طقوس يعود تاريخها لأكثر من 1000 عام. الملك تشارلز الثالث والبالغ من العمر 74 عاما، والذي سيعتلي العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، وستشاركه في التتويج أيضا زوجته الثانية كاميلا ملكة على العرش لبريطاني. تتميز هذه المراسم بمشاركة أساقفة وقيادات دينية وقائمة مدعوين أكثر تنوعا وتمثيلا للمجتمع البريطاني، كما سيشارك في مراسم التتويج 7,000 عسكري من خيالة إلى فرق موسيقية. هذه كنيسة وستمينستر أبي، ضرب طوقا أمنيا حولها قبل تقريبا ساعة، ومنعت السيارات من الوصول فقط المارة. وسيأتي موكب الملك والملكة في عربة الماسية، وسيسير على هذه الطريق من قصر باكنغهام الساعة 10:20 في التوقيت المحلي. يصل إلى كنيسة وستمينستر أبي وهذه عمرها أكثر من 1000 عام، الساعة 11 تبدأ المراسم وتستمر تقريبا للساعة 12:30 أو 1، ويعود موكب الملك بالعربة الذهبية، وهي عربة أخرى عمرها أكثر من 250 عاما، وهي مصنوعة من الخشب القديم ومطلية بالذهب. كل الأنظار تتجه اليوم إلى بريطانيا، حيث ينتظر هذا اليوم، ينتظر بفارغ من الصبر. للحديث أكثر عن تتويج الملك تشارلز الثالث ينضم إلينا من لندن الصحفي المختص في الشأن البريطاني محمد شبارو. أهلا بك محمد، معنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. يوم تاريخي بالنسبة لبريطانيا، تتويج الملك تشارلز الثالث بعد 70 عاما من اعتلاء والدته العرش. كيف يتحضر البريطانيون لاستقبال هذا اليوم، وماذا يعني لهم؟
يعني ربما افتتاحيات الصحف، صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام في هذا اليوم التاريخي بالفعل، يعني افتتاحيات الصحف ربما تلخص هذا اليوم. إنه يوم مصيري، يوم اعتلاء الملك تشارلز العرش ويتوج ملكا على البريطانيين. إنه يعني يقول، والهدف من تتويجه أنه هنا أتى لخدمة الشعب وليس ليخدم من قبل الشعب. لكن هذا التقليد، يعني هو الملك الأربعين الذي سيتوج اليوم في كنيسة وستمينستر، هو جاذب للبريطانيين، ولكن ضمن شكوك بين أوساط البعض منهم. ثلثيهم يؤمنون بالمؤسسة الملكية واستمراريتها، ولكن هناك ثلث بدأ يعبر عن رغبته بأن ربما الملكية لم تعد مفيدة لأيامنا هذه. ولكن بالرغم من ذلك فإن الدولة البريطانية مهيئة، الأمن مجيش بشكل كبير، أكثر من 11,000 شرطي سيكون متواجدين للسهر على هذا اليوم ومرور تفاصيله من دون أي مشاكل، بالإضافة إلى مشاركة القوات العسكرية من فئاتها المختلفة في الحفل والموكب المهيب الذي ينتظر الملك تشارلز اليوم. وفي هذه الأثناء تصل القوات البريطانية وعددها حوالي 10,000 جندي من كافة القطاعات إلى المدينة، عبر في الطائرات، في الحافلات، في القطارات، من سكناتهم حول البلاد. إنها عملية ربما لم تشهدها البلاد كما يقول المسؤولون هنا والمراجع الرسمية منذ 70 عاما. يعني في ظل ما يشهده العالم أيضا محمد من ضائقة اقتصادية، خاصة بعد وفاة الملكة إليزابيث، مراسم مكلفة أيضا لتتويج الملك، كيف ينظر لها المواطن البريطاني كدافع للضرائب؟ يعني طبعا هناك شعور بأنه ربما الإسراف غير مطلوب. على فكرة معروف عن الملك تشارلز اقتصاديته الشديدة في كثير من الأشياء، وبالتالي هو مناسب وملائم ربما يقول البعض لهذه المرحلة التي تشهد بالفعل أوضاعا اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة. حفل تتويج الملكة في 53 كلف حوالي مليوني دولار تقريبا في ذلك الوقت. اليوم طبعا الحفل مكلف، ولكنه أيضا سيكون مقتضبا مقارنة لما كان عليه يعني في عام 1953. هناك حوالي 2000 إلى 4000 مدعو، مقارنة بحوالي 8 إلى 9000 مدعو كانوا موجودين في حفل 1953. هناك أيضا الطريق التي سيسلكها الموكب سيكون أقصر. الاحتفالات التي تلي إلى حد ما ستكون يعني شعبية، يعني أهلية بمحلية إلى حد التعبير في الأحياء البريطانية، ولكن لن يكون هناك استعراضات كبيرة كما التي جرت في السابق، وبالتالي الاحتفالات ستكون أضيق، وحتى المراسم ستأخذ وقت أقل، أي أقل من ساعتين سيدوم مراسم التتويج والفقرات يعني المختلفة في هذا اليوم يعني المهم جدا. نعم. لبريطانيا. أيضا جانب آخر يعني محمد ربما يهم كثيرا يعني البريطانيين، إلى أي مدى ذكرى الملكة ديانا ما زالت حاضرة بالرغم من أن كاميلا هي الزوجة الثانية ستتوج أيضا كملكة اليوم؟ يعني من دون شك هذه قضية كانت تثير ربما حساسية أكبر بين في أوساط بريطانية معينة، لكن اليوم ربما مع يعني اعتلاء منصب ويليام، الأمير ويليام منصب ولي العهد البريطاني، فهناك من يقول أن إرث وتاريخ بريطانيا ديانا موجود في صلب العائلة الملكية، وإن غابت هي وأيضا غابت عائلتها عن مراسم التتويج، إذ لم يدعى أخ ديانا الأرل سبنسر لحضور المراسم. وطبعا يعرف الجميع المشاكل التي تسود بين الأخوين هاري وويليام، ولكن في النهاية أعتقد أن الأمر هو الأصعب بالنسبة للملك تشارلز الثالث، فهو يطوي صفحة متاعب جمة سادت وربما هزت
ولاية العرش التي يعني كان على رأسها خلال 30 عاما الماضية منذ طلاقه من ديانا. ولكن اليوم أعتقد أن ديانا موجودة بوجود ولي العهد الأمير ويليام وزوجته كيت، ولكنها ليست حاضرة في قلب هذا الحدث، حيث يتطلع البريطانيون إلى المستقبل وإلى مستقبل هذه العائلة الملكية والمؤسسة ومسألة استمراريتها بشكل من الأشكال ربما أكثر عصرية وابتعادا عن التقاليد التاريخية والمتعارف عليها منذ أكثر من 1000 عام. شكرا لك محمد لكل هذه المعلومات، يعني كإضافة طبعا لمن يشاهدنا، سنكون في متابعة لهذه المراسم المهيبة لتتويج الملك تشارلز الثالث دائما مع قناة الحدث. شكرا لك. التقط ملك بريطانيا تشارلز الثالث صورا تذكارية مع عدد من قادة دول الكومنولث في لندن عشية حفل تنصيبه مساء اليوم. سيحضر الأمير هاري حفل تتويج والده الملك تشارلز بمفرده، فيما ستبقى زوجته ميغان وابنيهما في كاليفورنيا. العلاقة بين هاري والعائلة الملكية ساءت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت الخلافات في العلن منذ نشر هاري لكتابه وأنتج سلسلة الوثائقيات أو أنتجت سلسلة الوثائقيات عنه. هاري وميغان باتا علامة تجارية يبنى على اسميهما، مسلسلات وكتب وأفلام وثائقية تولد مردودا ماديا ودعائيا أيضا. هذه الدعاية لا يستفيد منها هاري وميغان فقط، وإنما تستفيد منها العائلة الملكية برمتها من مبدأ أن أي دعاية هي دعاية جيدة. When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? لكن أين يرسم الخط الفاصل بين الدعاية الجيدة والدعاية المتمادية في تهديد كيان العائلة الملكية وهي على أبواب تتويج ملك جديد؟ أعتقد أن هاري وميغان ربما يعشقان أي دعاية، وهذا واضح تماما، ولكن هذا سيف ذو حدين، وخاصة بالنسبة لهاري في هذا التتويج، حيث أنه سيحضر ولن تكون معه ميغان، وهذا يعني أنه كانت هناك مساومة كبيرة. بعد انتظار طال أشهر جاء الخبر أخيراً، هاري سيحضر حفل التتويج وميغان ستبقى في المنزل مع الأولاد في كاليفورنيا. هم ملكيون صحيح، لكنهم يعيشون خلافات كباقي الأسر، خلافات أصبحت فضائح منشورة على العلن. يكون هناك العديد من أيضا مشاهدينا لمتابعة الحديث عن هذا اليوم، سنوافيكم بالمزيد. والآن ينضم إلينا من لندن مراسل الحدث الزميل مصطفى زارو. أهلا بك مصطفى، كنا تحدثنا يعني عن جانب من تغطية هذا التتويج وهذه المراسم المهيبة مع الزميل محمد شبارو، يعني نسألك عن أهمية دور الملك تشارلز الثالث والدور الذي يمكن أن يلعبه في بريطانيا فيما يتعلق طبعا بالشارع البريطاني، والمعروف عنه بأنه يساعد الشباب ويمد يد العون لهم. بالفعل اليوم يوم تاريخي بامتياز في المملكة المتحدة وأيضا في بعض البلدان الأخرى التابعة لدول الكومنولث. بالطبع الأمير عندما كان أميرا كان يثير الكثير من الفضول وإثارة الجدل فيما يتعلق بأمور خاصة، بخاصة وأن الأسرة المالكة عادة لا تكشف عن سياستها، وخاصة وأنها لا تعبر عنها، بكون أن الملك أو العائلة المالكة هم أفراد يؤدون واجب لا يتدخلون في الأمور السياسية. ولكن بالطبع
الملك تشارلز، ربما لن نسمع منه أي ملاحظات تتعلق بالسياسة كان آخرها فيما يتعلق بسياسة الحكومة لترحيل اللاجئين إلى رواندا، وبالتالي ربما لن نسمع هكذا تصريحات يعني بداية من اليوم. حقيقة أن الشعب البريطاني يتطلع إلى أن يستعيد الملك تشارلز شعبيته أكثر مما كانت عليه في الآونة الأخيرة، ولا سيما أن عندما كان أمير ويلز وولي العهد أثار الكثير من الجدل فيما يتعلق ببعض التصريحات، فيما يتعلق أيضا بعلاقاته الشخصية لأفراد، وخاصة فيما يتعلق بالأميرة الراحلة ديانا وزواجه أخيرا من كاميلا محبوبته السابقة، حتى وإن يعني تم دفعه للزواج بالأميرة داني لكن كان قلبه مع كاميلا، وفي الأخير يعني عقد القران عام 2005. بالطبع التحدي الكبير الذي سيواجه الملك تشارلز الثالث بعد اعتلائه. نعم مصطفى، لقد دهمنا الوقت، على كل حال سنكون في متابعة لمراسم هذا التتويج اليوم للملك تشارلز الثالث. شكرا لكم على المتابعة، ابقوا دائما برفقتنا مع قناة الحدث، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.